هند تظهر إحصاءات أجرتها جهات مقربة من وزارة الأغذية هناك أن خمس الطعام الذي يقدم في المطاعم والفنادق وحفلات الزفاف ينتهي في حاويات القمامة. وفي هذا الإطار تقوم السلطات بحملة توعية لحث الناس على عدم الإسراف في تقديم الأطعمة في المناسبات. كم من جائع يموت كل يوم على موائد المبذرين؟ قد يبدو الكلام مبالغا فيه، ولكن ما يثبته واقع الحال في كثير من الأحيان هو أن لقيمات قليلة من بقايا طعام الأثرياء تنقذ نفسا في مكان ما من العالم. الهند التي تصنفها المنظمة العالمية للأغذية من بين 84 بلدا يموت فيها الناس جوعا، يتسابق وجهاء بعض مناطقها في مد ولائم الطعام في أفراحهم ويجندون لذلك جيشا من الطهاة. وبعد أن تدور الأطباق على زهاء 500 ضيف يرمى في القمامة ما يكفي لسد رمق الآلاف من الجياع في مدينة هندية. هذه الأيام تختلف عن الماضي، فلا يمكننا أن نقتصد في تقديم الطعام على حساب سمعتنا، لأننا إن فعلنا ذلك لن ترحمنا ألسن الناس. في حفل زفاف أخير لابن عضو في مجلس الشيوخ تم تقديم طعام فاخر لثلاثين ألف مدعو، انتهى خمسه تماما في سلال المهملات. لا أرى بأسا في أن يأكل الناس قدر ما يشتهون، ولكن لا ينبغي أن يرمى الطعام. أرى التبذير مستشريا في الفنادق والمطاعم وحتى على خطوط الطيران. هناك 100 ألف حفلة زفاف تجرى في الهند كل يوم، وفائض الطعام فيها بإمكانه أن يسد رامق فقراء مومباي قاطبة. أن ترمى بعدها كل هذه الكميات من الطعام فإن ذلك يعتبر جريمة. وزير الأغذية شكل لجنة مهمتها القيام بحملة توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات لتوجيه الناس نحو الترشيد في الإنفاق على طعام يزيد غالبا عن حاجة المستهلكين، وفي السياق نفسه توزيع الفائض على المحتاجين بما يساعد على رفع الضائقة المعيشية عنهم. وبالفعل بدأت الحملة تؤتي أكلها، وأصبح بإمكان الكثير من الأطفال في دور الأيتام الحصول على غذائهم من فائض الوجبات التي تقدمها الفنادق وشركات الطيران. أطنان الطعام التي ترمى كل يوم في المناسبات الاجتماعية في الهند وحدها تصعق ناشطي حقوق المجتمع المدني الذين يعملون على إغاثة ملايين الجياع في طول البلاد وعرضها، ولسان حالهم كم من ميت جوعا تنقذه لقيمات يبذرها إخوان الشياطين.